كانت ميلانو ريكاردو مونتوليفو يتحدى لكسر حاجز التعادل السلبي، يتحدى لتهديد الدنماركي. يعلن ريكاردو عن فرحة في مدرجات هذا الملعب اللي يتمنى أن يتألق مع ميلان. موسم صعب جدا لريكاردو، وأيضا هذا اللاعب اللي واجه الصعوبات الكبرى على أرضية هذا الميدان، ها هو الآن يتألق ويبدع. يحسب لي التمويه، كان يعتقد مدافع الدنماركي بأن الكرة ستمر باتجاه دانيالي تيروسي. الفكرة ممتازة، الوضعية رائعة للتصويب، صوب ريكاردو، ريكاردو سجل. مونتوليفو يعلن عن سباقية الطليان في رصيد هدف السابق مع إيطاليا، يسجل ثاني أهداف الدولية في اللقاء رقم